يا صباح الرضا، يا صباح البركة، يا صباح الجمال، صباح الفل على عيونكم. قراءة القرآن الكريم من القارئ كل حاجة حلوة. أنا صحيت من النوم يا ولاد، مش متأخرة يعني، أنا صحيت بدري وقعدت كده وفين وفين لما افتكرت السندوتشات قلت أقوم أعمل لنانو، فعملت لها بيض بالسوسيس. وعايزة أحكي لكم اللي حصل أصلا. وأنا من ساعة صلاة بعد ما صلينا الفجر بشوية وقاعدة لقيت نادين بتكلمني، وسفيان كان بيعيط جدا وتعبان ومش عارفة إيه وما بيسكتش، وكانت مخضوضة ومش عارفة تعمل إيه. وأنا اتخضيت قلت لها أنا هبعت أبوكي الوقت ياخده يوديه المستشفى. قالت لا، طب ما أنا صاحي إبراهيم. قلت لها لا، عشان أنا كده كده هبقى قلقانة وهروح كده كده أخده. فصحيت علي والله، راح جاب اخد وداه المستشفى. وقلت لهم بالله عليكي علي تجيبه على هنا، ما تروحوش على البيت لما يبقى كويس كده ويروق. فالدكتور يعني مفيش، ما تخافوش، ما حدش شيل ولا حاجه على الولد، الحمد لله كويس. بس هي تقريبا بقى جو مكروه في الجو، نازله معويه، الحاجات اللي الاطفال بيمروا بيها، جو بقى دخلت الخريف والحاجات دي يعني. واللانش بوكس بتاع نانو ونادين جابت لها حاجات وهي جايه كمان. نادين اخيرا جابت لي حاجه، فقلت بقى ما يمكنش في ايدي فاضيه او ابدا. توقعوا ايه اللي موجود هنا وانا؟ لا احنا مش فاضيين، البنت اتاخرت عن المدرسه يا بنات. كم سندوتشات؟ لا مش سندوتشات، مش الدرجه دي. توقعوا نادين جايبه لي ساندوتش؟ لا تفاحه. واو، كب كيك بقى ودلع. هو ايه؟ كيك شوكليت. الله، ايه رايك؟ تحفه. معاك في اللانش بوكس؟ لا، وماما جايبه لماما لو سمحتي برضه الدوق. لا لا مش مشكله، ادي حته كده، ادي حته. لا انا هاخدها. لا تاخدها كلها. ده كلها كلها. لا مش فاكراها كلها اصلا، يجي لك اوفر دوق. جبت لك ده الفطار ده، والله الفطار ده بصي هيدفع لك ضعفه عشان يجي لك. يا ماما ضعفه، انا نفسي فيه قوي من زمان. وايه تاني؟ حط الكلام، حط الكلام. ماما جبت لك ده. انت لا برضه، بس لا برضه. وجبت السوشي بامبرز. اهي اهي. لا عايزه دي. وجايبه الفوشي بتاعته معايا. قطعتين اهو. هاتي بعد ليه حاجتين حلوين قوي على الفوشي من امريكا؟ اثنين اثنين خلاص. ميلو انت جد دي انت الساعه 6 الصبح. ها انت ماشيه ماشيه. ما انا ماشيه اهو عشان اوزعكم اللي ماشي. ماشيه فين؟ والله الواد ده ما خارج الا ميرو. عايزه تمشي في الشارع واحد لوحده. مصروف نانو بقى فين؟ نانو والله مين مصروف؟ مش معايا. اعمل ايه؟ حسبي حسبي. ايه؟ كل ده بسم الله. حاسس ان انا مهم. كل الكاميرات دي كلها بسم الله. لسه تجهز، لسه الدنيا بسم الله. توكلت وكيت على ماما. ما لازم تبرقي ابدا. كلك مالك يا امين؟ استمتعي بحياتك، بكره تندمي. على الايام دي ما يتاخريش، تمشي على طول، ما توقفيش تكتبي المكتب. هات اللي صاحبتك اقول لها بصلي من الشباك. امشي. بصوا بقى، احنا كنا فاتحين لايف مع عائلة علي سالفي على قناة مع عائلة علي الصبح، وكنا قاعدين بقى بنحضر الفطار وبنفطر وكده، وكنا متجمعين. وعلي كان شايل سفيان لان بيديله العلاج اللي الدكتور كتبه له. بس كويس والله، يعني الحمد لله ان بتلاقوا مستشفيات وحاجات فاتحه بتبقى شغاله فيها الحاجات دي بالساعه. والله كانوا نازلين تقريبا الساعه 6، 6، لان انا راحوا اجوا وانا كنا 6:30 فاتحين اللايف. يعني سبحان الله، الحمد لله ان لقوا علاجات ولقوا الحاجات دي كلها فاتحه والدكاتره صاحيين، فدي احلى حاجه في البلد عندنا والله. المهم بقى، عملنا فول وطعميه والبيض والشاي وقعدنا فطرنا الفطار الحلو ده. والحمد لله سفيان كان شويه ودخل نام مع امه في الاوضه، وكل وعلي نزل وامير نزل راح مشوار وهكذا، وانا راحت المدرسه.
وفضلت بقى انا قمت بقى لميت بقى الفطار والبيت هادي كده وسكون كده في البيت. بس انا فتحت لكم النور عشان تشوفهم، لكن انا بحب افتحش النور يعني في العادي في الوقت ده ما ببقاش فاتحه النور. حاجه الفطار احنا عندنا المطبخ زي ما انتم عارفين انا عامله امبارح، بس هي حاجه الفطار بس، بعين كيسة العيش ولمت حق الفول والطعميه والحاجات اللي على الترابيزات، بعين العيش في الثلاجه. نادين جايبه لنا كيكه تحفه تحفه تحفه، جميله 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 زياده عن اللزوم بجد، كانت خطيره، كانت احلى كيكه. يعني النهارده بقى عايزه احكي لكم اليوم هيحصل فيه ايه. انا هعمل فطار وهعمل الغدا بسرعه كده على السريع وهنزل، انا بلم الدنيا كده عشان انا النهارده زي ما انا قلت لكم ان انا كل يوم عايزه مثلا كل يوم انزل اجيب لي حاجه حاجتين لحاجه العيال للعمره وكده، لان طبعا مدام حد داخل طالع عمره جديد مش انا عندي حاجه العمره، بس مثلا ان انا عايزه بقى ستايل لبس معين وحاجات معينه وطرح وحاجات ووزدالات وعبايات، فاهمين في قصه طويله. وهي بنات منانو دي ما عندهاش اي حاجه خالص تنفع، يعني مثلا نقول ايه حاجه من اللي عندها على حاجه، لا ما فيش، فكله هيتجاب. فطبعا انا مش هعرف انزل كله اجيب مره واحده، فقلت النهارده بقى هنزل انا ونادين. الحمد لله نادين كانت معايا، وسفيان على اخر النهار بدا العلاج كده الحمد لله، يعني هديه شويه ربنا يشفي ويشفي اطفالنا ويحمهم لنا يا رب. فقلنا ايه ننزل اخر النهار نشتري حاجات. هجيب لكم بقى طبعا الفيديو ده النهارده صغير ليا نشوه والله يا اولاد، عشان انا نزلت على طول فما عرفتش اصور لكم وانا ماشيه في السوق، لان قسنا 50 طقم و50 حكايه، وانا طبعا تعبتنا عشان تشتري مش عارفه ايه قصه بقى يعني. فكل ده هنزله لكم بكره ان شاء الله باذن الله، ده لوحده عشان ايه يبقى منفصلين كده عن بعض. قعدت بقى روقت البيت كده واحلى حاجه اعملها وانا قاعده في هدوء في البيت والله العظيم. يعني سفيان دخل نام مع امه وعلي سابنا ونزل، لان صحه كمان من الساعه 6 كان معاها في المستشفى ولفوه كل العيال. هو اصلا مكروب هتلاقي في الجو، هتلاقي كل العيال في الحضانه، واليومين دول كل الجو ده هيبقى في مكروب وتعب ومش عارفه ايه. والدنيا اي طفل في الدنيا طول ما هو طفل كده يفضل كده، ربنا يحميهم لنا ويرزق كل مشتاق يا رب. تعالوا بقى عايزه نروح بقى عند المطبخ، احنا لمينا المطبخ كده وخلينا زي كل كام طبق وكام كوبايه دول نغسلهم في ثانيه لربع ثانيه عشان نخلص كده ويبقى قاعدين كده البيت نضيف حوالينا ومفيش ورانا حاجه. وانا النهارده عايزه اطبخ كبده ولحمه مفرومه بالمكرونه. قلت يا نادين بتحب المكرونه باللحمه المفرومه والعيال بيحبوا الكبده، يبقى ده وده. يعني كنت انا اصلا هطبخ حاجه تانية خالص، بس سبحان الله الواحد ما بيبقاش عارف بقى هو هيقوم يحصل ايه اليوم بتاعه بيطلع برزقه. يعني والله انا يعني بقعد اخطط واقول هعمل كذا وهعمل كذا، بس ساعات اليوم يجي برزقه بقى، يجي حاجه تانية، يجي لك رزق تاني، يحصل ظرف معين. الولا سفيان لما كلمتها بعد الفجر عاكنني، الولا صريخ 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 صريخ، قلت لها ده مغص. يعني التلبك المعوي والحاجات اللي هي بتاعت المعده دي بتعمل مغص جامد لحتى للكبار، قلت لها العيط ده عيط مغص، تقول لي ماما هو مغص سخن بس، قلت لها ده مغص والله. ففعلا لما راحت للدكتور قال لها يعني عشان سالوا حاجات بتعمل مغص وكده، فقلت لها شفتي ما انا قلت لك عيط الطفل بيبقى معروف، العيط اللي هو بقى على لجه واحده دي تعرفي ان في حاجه الوقت اهو لازم ايه ياخد حاجه للمغص وكده. كنا زمان يا اولاد نستعمل حاجه اسمها ماء غريب بس قالوا ده غلط وخطر ومش عارفه ايه، فمن سنين ما حدش استعمله. خلصت حاجه الحوض في ثواني كده الا ثواني، ونضفت الحوض بقى ريحته حلوه وبقى نضيف كده وحلو، وخلصت كده الحاجات اللي ورايا. اقعد بقى كده ايه يعني اقعد بقى مع نفسي الحبه اللي بحب اقعدهم كده، اشرب حاجه اشربها. اي عايزه اقول لكم على حاجه، انا عملت الرخامه بالكلوركس اللي انتوا قلتوا له عليه. في ناس في فريقين في الكومنتات كذبوا قالوا لي يا نشوه حط عليه كلور، وناس قالوا لي كلوركس، فانا ما كانش عندي كلور فجربت الكلوركس يعني نص نص. فقلت اجرب بقى بكره ان شاء الله لو انا اشتريت النهارده كلور او انا مروحه اشوفه كده هيشيل البقع ولا لا، لان بتهيألي الرخامه دي ما تحطش عليها كلور، بس انا هنجرب يعني ايه يعيش البني ادم يجرب يعني مش مشكله. فلمعت كده الرخامه، واو عايزه اقول لكم الكاتل عاجبكم جدا، ربنا يخليكم ليا والله ما عارفه اقول لكم، انتوا اللي ذوقكم حلو وانتوا اللي كلامكم حلو وانتوا اللي ناس زي العسل وبتكبروا الخاطر وناس قشطايه كده، ربنا يخليكم ليا. عملت كده زي ما انتوا شايفين، ولعت على الكاتل شويه ميه عشان هعمل شويه قهوه بقى ايه في 6 تي. ايه رايكم في الجمله انا حفظتها لكم اهو. قعدت طبعا اتعلم طريقتها ازاي، عملت بقى الفلتر صح زي ما انا اتعلمته، وحطيت بقى بصوا احلى حاجه للقهوه دي انك تشربيها بالجرامات زي ما انا متعلمه. احلى حاجه ان انت تكوني والله بجد انك تغيري نفسك لاي حاجه، يعني اتعلمي حاجه مش عارفاها مش عيب اتعلميها. عايز تتعلمي حاجه
النهارده كنت بتفرج على حاجه عجبتني جدا، انا هجيب لكم حته منها. فكمان بيعلمك ازاي تتعلمي وازاي تتغيري للاحسن، تطوري من نفسك حتى لو بحاجات بسيطه. كلنا فينا حاجات عايزين نغيرها، حتى لو فشلنا. انا مثلا تخيلنا لا انا عايزه اخس، طب نحاول مره، طب نحاول اتنين، طب انا نفسي اغير معاملتي مع جوزي، نفسي اغير معاملتي مع اخواتي، نفسي اغير معاملتي مع حماتي، طب انا نفسي اعمل مش عارفه ايه، طب انا نفسي اعمل ليا مشروع، طب انا نفسي احقق ليا مش كده. التغيير في حد ذاته حلو. هقول لكم اساسيات التغيير بس بعد ما احكي لكم على القهوه. بصوا، اتعلمت ان هي تحطي عليه البن اللي هو المطحون اللي هو المخصوص 20 جرام، وتنزلي عليهم ال 20 300 جرام ميه. بس لو هتحطي تلج يبقى 150 جرام، بتحطيهم على 3 خمسينات، 50 50 50 كده، وبين ال 50 تقعدي 10 ثواني 30 ثانيه كده يعني. وتعمليها لما بتعمل وش زي القهوه كده لما تصفى خالص. عايزه اقول لكم طعمها يا اولاد، والله اللي ما جربهاش طعمها فعلا حلوه، بس اللي بيحب الاسبريسو والمرار يعني، مش اللي بيحب القهوه بس. فانا غطيتها كده وسبتها بقى مع نفسها، هي خلاص صفت وخلصت. بصوا بقى الجو الهادي بتاعي، البيت نظيف والبيت نايم وهادين كده، وطفيت بقى النور، سبت بس النور هنا بس انتوا تشوفوني، بلاقيني لو طفيت النور خالص مش هتشوفوني. وقعدت بقى كده مع نفسي احلى ساعه في اليوم كله، اقعد بقى مع نفسي كده اتفرج بقى كده على حاجه بحبها. حاجه بصي، ما تيجي تتفرجي على حاجه بتحبيها، اتفرجي على حاجه تنميكي، تشجعك، تقدمك لقدام، مش حاجه تاخرك، مش حاجه تشيلك ذنوب، مش حاجة تكسلك عن حاجة، مش حاجة تديكي طاقة سلبية. قادر على أن يغلق ليس أفواه الناس، لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس، لكن قادر على أن يغلق آذان عن الاستماع بأمثال هؤلاء. إحنا ما نستطيع أن نغلق أفواه الناس إنهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون. الناس تجروا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم، وتكلموا عليه سبحانه وتعالى، يد الله مغلولة والفقير، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا وأنت؟ لذلك لما جاء موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال يا رب كف ألسن الناس يعني. قال يا موسى ذلك شيء لم اكتبه لنفسي. كيف افعل؟ بس لذلك ابدا انت كن مستعدا لمثل هذه الاشياء. عايزه اقول لكم والله احلى حاجه ان البني ادم يتعلم حاجه في يومه، زي ما انا بقول لك حاولوا تتغيروا. احنا يعني انا بتكلم عن نفسي مثلا، انا مش عارفه كل الحاجات، فبحاول ان انا احسن من نفسي حاجه بحاجه. مش عيب انك تحسني من نفسك حاجه بحاجه، دي من رحله التغيير للاحسن. فانا طلعت من الفريزر دلوقتي طبق اللحمه مفرومه وطبق كبده. طبعا البيت كله كان صحى بقى وانا بشرب القهوه، خدوا بالكم، مش البيت كله يعني، في بعض من الناس كانوا بيعدوا كده من قدامي. المهم يعني فصحهم بقى وكده، قلت اخش اعمل الغدا بتاع النهارده. بصوا بقى من الحاجات اللي انت تتغيري منها وما تيأسيش، زي ما انا بقعد اقول لكم انا ساعات ببقى عايزه اخس، طب انا ساعات النهارده عايزه التزم في الصلاه، طب انا عايزه احسن من نفسي. فتعلمت حاجه حلوه قوي، في اساسيات معينه اتعلمتها. ان انت اول حاجه للتغيير لازم تعملي اسس معينه. اول حاجه انك تعرفي ايه اللي انت عايزه تغيري في نفسك. انا عايزه اغير في نفسي، انا شوفه جوزي دايما يشتكي ان معاملتي وحشه، مش عارف معاملتي معاه وحشه، او مثلا نشوه انا ببقى متعصبه عليهم، او مثلا نشوه انا كلامي كتير، او مثلا انا في عيب كذا. فتتعرفي من اللي حواليكي، ومش لازم تسمعي كلام اللي حواليكي اللي مش بيحبوكي، لا لازم يكون حد عينه فعلا مرايتك. وده قليل ان احنا نلاقي في الزمن ده بني ادم مرايتك. المرايه دي يعني بيشوفك بحقيقتك، بيوضح لك انت ايه. ما عادش في الزمن ده حد بيشوفك مرايتك، بالعكس انت ممكن حد ينصحك نصيحه عشان هو الغرض من النصيحه ان هو يضرك او يشوفك اقل منه او يحسسك ان هو احسن منك. فاحنا بقينا في زمن صعب ان حد يكون مرايتك. فنقي حد يكون غالي على قلبك قوي وقريب منك جدا جدا جدا، وخليه يكون اب او ام او زوج. ركزي في الثلاثة دول هينصحوكي فعلا للأحسن. تعرفي على الغلط بتاعك، قولي يقولك أنا غلطت في كذا كذا. كلنا طبعا أغلط، كلنا بنغلط، كلنا بنعمل حاجات غلط، فنغير نفسنا كذا. فتعرف على الغلط بتاعي، أول حاجة تعرف. تاني حاجة اعترف إن أنا فعلا عندي العيب ده، لازم اعترف إن أنا فعلا عندي العيب ده. مش خلاص حد يقولي طيب ماشي وأقول له خلاص ماشي أنا عارفة إن أنا عندي العيب ده، لأ اعترف فعلا إن أنا عندي العيب. تاني حاجة أقرر إن أنا أغيره، ومش ان انا اقرر بس يعني خلاص قررتي وخلاص، لا لازم تكرري، وبعد ما تكرري تنفذي وتسعي ان انت تنفذي. فشلتي مره، فشلتي التانية، مش مشكله، مش عيب، مش حرام، مش غلط. احنا بني ادمين عايشين نتعلم ونحسن ونجدد. فلو عايزه اقول لك، طول ما انت عايشه على وش على الدنيا، انت عايشه حيه في البني ادمين، حيه ترزقي. فلازم تغيري من نفسك للاحسن، تطوري من نفسك. اي حاجه في حياتك، في شخصيتك انت،
كلنا فينا عيوب، فنشوان عندي عيب كذا غيريه، استحملي، خلي قدرتك على الاستحمال تكون اعلى شويه. حد بيضايقك مثلا، زوجك وحش معاكي، حماتك، ايا كان بيضايقك، استحملي استحملي، خلي قدرتك على الصبر عشان تاخدي عليها اجر اكبر. انت اصلا بيقولك الصبر على الاذى عباده، يعني الصبر على الأذى عبادة. انت بتتأذي او متعبانة نفسيا او انت عايشة في حياة وحشة، والله الصبر على الأذى وعلى التعب، او الصبر على ان انت نفسك تحققي حاجة وصبر ان ربنا يرزقك بيها، دي عبادة في حد ذاتها. فانت طول ما انت بتصبري على اللي انت فيه، ربنا هيرزقك وهينولك اللي نفسك فيه، لان ربنا عارف عالم ان هو خير لك. فصدقيني التغيير حلو. تغيري وقولي خلاص انا اتغيرت يا نشوى النهارده، انا هحط حاجة بسيطة كده، هكتب ورقة. مش مهم تكتبي لو انت مش بتحبي الورقه والقلم، مش كل الناس بتحب الورقه والقلم. لو يعني انت قولي بص انا النهارده هغير كذا، يعني انا فيها طبع وحش، انا هحاول النهارده اغيره. حتى لو انت حاولت تغيريه اسبوع، جيتي على نفسك واستحملتي، بس من احلى حاجه ان احنا في التغيير اللي احنا نحاول نغيره ان احنا نستمر عليه. وما تتغيريش عشان هدف حد، لا، مش تتغيري عشان فلان يقول عليك الله ده انت شاطره، لا، تغيري عشان انت من جواكي حاسه ان انت لو اتغيرتي هتبقي احسن، هتتقدمي خطوه لقدام. عايزه اقول لك والله ما فيش احسن من البني ادم اللي بيبقى عنده سلام نفسي من جواه، ان هو عارف انا عيبي كذا، طب انا هغير، طب مش عارفه ايه، طب انا احسن من بيتي وحياتي. وطول ما انت بتسعي ان انت تحسني من بيتك، اسرتك الصغيره وبيتك وولادك، دي النعمه وما فيها، والله إن دي النعمة وما فيها. كل ما بتحافظي على الأسرة الصغيرة دي هتحسي قد إيه إن أنت مبسوطة وسعيدة، وتحسي إن التغيير فعلا طامر فيه. في الزمن اللي احنا فيه لما تتغيري أو تقدمي أو تخطي خطوة لحد هيطمر فيه، ده معجزة، دي معجزة من المعجزات. لكن أنت بقى لما بيبقى في أسرتك وبيتك وفي ولادك أكيد هيطمر فيهم. فربنا يخليكم ويجازيكم خير كده. بصوا أنا عملت كبدة وعملت الكفتة كده ببصل عادي وملح وفلفل وبهارات، وكورتها وحطيتها في الإير فراير، ونزلت عليها في الصلصة، وحطيت المكرونة طرية ما استويتش، يعني ما سلقتش المكرونة. ولادي بيقولك أحلى مكرونة دقوها في حياتهم. بصوا الطبق جميل جدا، جربي الوصفة دي هتعجبك. عملتهم شوية مكرونة وشوية كبدة وشوية طحينة. يلا يا ولاد امين، حطيت الترابيزه ناكل لامهاني. امين انا عملت لك الاكله اللي انت بتحبها دي، بس كده بعيد والله. لحمه جبنه. ايوه بقى يلا. جميله جدا يا ماما، والله تسلمي بجد والله. ما عدا طبعا ده ماشي. هتسالوني تقولوا لي يا بنت يا نشوى فين الروتين النهارده، ارد عليكم اقول لكم ليه. يا حبيبتي انت عايزاني اعمل روتين ليه؟ مخلفتش انا بنت؟ خلفتش بنت زي القمر زي دي؟ ربنا يحميها ويخليها. فعلا النشوة كده، على النشوة هشوف الروتين فعلا نديم. شوف الروتين فعلا نديم بالمهيئة كده. بصوا قامت بقى لو قامت للشقة، بس عايزة اقول لكم على حاجة برضو. نظيفة وحش انت عشان تنظف مني. انت تقولي كده انت، لا شهادة لله برضو حق. احنا نقول حقانيين، هي نظفت لي البيت صح؟ بس اشهدوا بقى بالحق، اساسا هي اللي عكاها هي وابنها. أيوة هي ما عملتليش انا حاجه. وولادك برضو والله كانوا مبهدلين. ولادي انا؟ هم مش اخواتك؟ ولادك قبل ما يبقوا اخواتك. لا مش شرط ان يكون ولادي، ممكن اكون لقيتكوا على باب جامع طبيعي، لكن هم اخواتك حقيقي. بس الكلام ده كنت بتقوله لي وانا صغيره. والله العظيم وهي صغيره كنت اقول لها انا لقيتك على باب جامع، اقسم بالله كانت تعيط تعيط وتصدق تقول لي. اصلا كان في واحد جنب بيتنا، يلا بقى، كان يقعد يقول لي لا البت دي مش شبهك، البت دي انت راينها على باب الجامع. فتقول لي انا سمعت الراجل وهو بيقول لك، هو كان شايفك اصلا.
كنت رسمت اول مره بس هي اختي احلى مني اصلا كل ما بتكبر سنه كل ما بتقلق منظفه لي البيت بقى وكده وانتي فاهمين بقولك ما الله يشكر الناس فاحنا كده نشكر الناس بس شالت ازازه البتاعه دي من هنا قال ايه نادين قال ايه مطلعه لي دي حطها لي ديكور اتفرجوا في عالم نادين ده انا راح اجيبها وحاسه ان ايدي بتترعش شكلها تحفه شكلها عامل شبه حاجات الفيزياء والكيمياء هي بتتفرج تحس ان انا بعمل تحليل بول استغفر الله العظيم يا رب مش قصدي في حاجات اختبارات بتحصل بصوا دي ممنوع اللمس بصراحه وحاطه لنا بقى هنا وحاطه لنا هنا لا مظبطانا ومروقه لنا حاجه والله مروقه لنا الدنيا ربنا يخليها لي نحب نشكرها وبلاها ربنا يخليكي ليا ويلا نلبس عشان اتاخرنا رايحين السوق يلا بينا هتجيب لنا ايه برقوق رايحين السوق نجيب هدوم انت هتجيبي حاجه ليكي انا ايه مش عارفه والله اروح معاكي ولا لا انا عاوزه انام بقى نفسي حرام عليك سيبيني انام الاول دي مين اللي سايبني كده انا صاحي من شويه بس عايزه انام برضه خدي ابنك وتلعب طيب ما هاتي لا 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 عايز تطلع بره اطلع لوحدك طب هتاخديه هتستحمليه لا هو بيزيدني بيعيط دي لا 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 انا حبيت انا بحب سفيان مش هقول لا انا والله مش انانيه كمان من غير نقطه ميك اب والله زي ما انا كده مش جدع مطلعاكي من غير ايه نقطه ميك اب عوض عليها عوض الصابرين يا رب ده ما عملتهاش في كمانتي ما انت قمريه والله من غير ميك اب اقسم بالله كان ابويا طول عمري يقول لي والله انت احلى من غير مكياج بنتي نادين انا بحب سفيان جدا بحبه ابني حبيب قلبي نور عيني ربنا يحميه بس بحبه في ايام تانية اما يبقى عيان انا بقول لك اهو لا ما يجيش يقعد معايا عيان يقعد مع امه شكرا يا امي ابقى قلقان عليه عايزاه نعم يعني يبقى معايا اطمن عليه بس زني وبعدين مش عارفه انت عايز بيه عايز ربنا يعينها والله العظيم اقسم بالله والله العظيم ربنا يعينها ان هي ده عذابه طول الليل وطول النهار زني. لا بلاد برضو الواحد فينا واحد مننا لما بيكبر بينسى العيال والزن بتاع العيال ما عادش بيستحمله انا فكرت بتاني بجد والله الواحد كل ما بيكبر بيزن العيال والزحمه بتاعه العيال والبامبرز والعيل مش عارفه هو عايز اي علاج ويسكتيه ازاي ومش احنا لما بنكبر انا كده انا لسه مش كبير انا اكيد لسه عندي 20 سنه بس الواحد يعني قصدي كل لما بيكبر نص سنه ربنا يخليكوا ليا هنلبس وننزل نروح السوق مش نجيب برقو نجيب هدوم للعمره وحاجات ناقصانا لا مش هنشتري كل الحاجه يعني ايه حاجه كده وكل يوم مثلا وكل كام يوم نشتري حاجه بسيطه وبس تصبحوا على خير باي